أنا اسمي نبيلة ناظر، مصممة أزياء ورائدة أعمال. بدأت أول مشروع تجاري لي عام 2007. دراستي كانت بكالوريوس تسويق، وبعد كده أخذت دورات في تصميم الأزياء من جدة ومن لندن، وأخذت دورات في البترون والخياطة والرسم. وبعد كده درست ماجستير في إدارة الأعمال، وأخذت دورات كثير في عالم الأعمال متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال وإدارة الحسابات في السوشيال ميديا. كذلك أنا مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني، وأعطي دورات في مجال الأزياء والأعمال. منذ البدايات أتخصصت في أزياء الحشمة. ليه؟ لأنه أنا بنت هذه البلد، وكنت عارفة إيش يحتاج أهل البلد. كنا نحتاج لبس حشمة أنيق في نفس الوقت يعبر عن هويتنا، وبدون ما نحتاج نلبس 1000 طبقة عشان نطلع بطريقة مرتبة وأنيقة. لله الحمد منذ البدايات كان في أصداء وكان في قبول من ناحية السوشيال ميديا، الإعلام، التلفزيون، المقابلات، والكثير من المشاهير ارتدوا من أزياء وتصاميم نبيلة ناظر. ليش؟ لأنهم لقوا بصمة السيدة السعودية والهوية السعودية بطريقة تترجم الموضة العالمية والمقاييس العالمية بس بطابع يلامسنا جميعا. بستوحي طبعا المجموعات حقتي من حول العالم، من الحضارات، من السفر. بس صراحة آخر سنتين بعد سمو سيدي محمد بن سلمان ورؤيته ل2030، لقيت نفسي مع المواسم، مع الأحداث اللي بتحصل في مملكتنا الحبيبة، لقيت نفسي غصبا عني بألهم بهذا التغيير. فلقيت نفسي بستوحي يعني من إنجازات المرأة السعودية. نزلت كوليكشن، لقيت نفسي بستوحى في كوليكشن نزلته من سمو سيدي محمد بن سلمان لما قال طموحات السعوديين تعانق عنان السماء. سويت كوليكشن كله فيه نجوم، وكان فيه كتابات مكتوبة بهذه العبارة. استوحيت من جبل طويق لما قال سمو سيدي طموح السعوديين كهمة طويق، فطلعت الكوليكشن ده مستوحى من طويق. بلاقي نفسي كل مجموعة مستلهمة ومعجبة بحضاراتنا وبثقافتنا السعودية. ألهمت كمان من بحرنا في جدة، من مرجان جدة. لقيت إنه أنا ليش بطول برا؟ طب مرجان البحر الأحمر ما كان في أحلى منه ولا شفت أحلى منه. فكان في مجموعة سميتها مرجان. كل هذه يمكن آخر سنتين ثلاثة كلنا بدأنا كمصممات كسيدات، لقينا إنه غصبا عننا بنشارك وسعيدين نحن نكون جزء من هذا التغيير، نكون نحن كل أحد بيحاول بطريقته الخاصة بيعبر عن حبه لهذا الوطن. آخر مجموعة لي من عام 2019 كمان أطلقتها، ورجعت أطلقتها في سبتمبر 2020 اللي هو خريطة المملكة. عملت تطريز خريطة المملكة كله تطريز يدوي، وعملت معاه علامة القلب، وكنت كان في عبارة انشهرت فيها اللي هي أنا قلبي في جدة وأنت قلبك فين. فأطلقت هذا كمان المجموعة كلها عبارات عن الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي، اللي مهما نقدر، اللي مهما نسوي ما نقدر نوفي حقه. ونحن نحاول كمصممات أزياء ورائدات أعمال نعبر بطريقتنا حتى لو كانت بسيطة لحب هذا الوطن. بمناسبة اليوم الوطني لهذه السنة 2020، اليوم الوطني 90، نقدر نقول إنه هذا اليوم الوطني مختلف علينا جميعا. أكيد كلنا تأثرنا بالجائحة اللي لسه نحن عايشينها، وأكيد كلنا في هذه الفترة حسينا إيش يعني وطن، وفرق معنا معنى الوطن. ويعني أكيد كلنا نعرف إيش يعني وطن، بس هذه السنة عشنا حب الوطني. في ظل هذه الظروف والجائحة اللي حصلت حسينا بمعنى الأم، بالعطاء، بالوطن، بالحب، بالأمن والأمان. ما نقدر نقول شكرا للوطن كفاية، ما يعني لا تعبر كلمة شكرا عن وفائنا لهذا الوطن الغالي وعن حبنا لهذا الوطن الغالي. لأنا واحدة من الناس اللي ما يمكن يعني تصاميم ما حتقدر تعبر ولا 0.25% من الوطن قدم لنا هو. ما نقدر نشكر أبطال الصحة، ما نقدر نشكر الناس اللي دامت في السوبر ماركت عشاننا، ولا اللي دامت في الصيدليات وقتها عشاننا، ولا الأهل اللي طمنوا أولادهم وقعدوا في البيوت عشان الناس اللي التزمت بالحظر. ما نقدر نشكر حكومتنا على اللي صار وعلى العلاج اللي تقدم وعلى الطريقة اللي تعاملت فيها مع هذه الجائحة. يعني أنا أتوقع أنه أنا ما أقدر أعبر عن هذا الكلام، وما أقدر أوفي أو
أو في هذا الموقف حقه، بس أنا أقدر أقول إنه أنا حبي لهذا الوطن هذه السنة مختلف عن كل السنين، ووفائي وانتمائي لهذا الوطن يختلف عن كل السنين، لذلك هذه المجموعة كانت يعني مختلفة تماماً عن كل السنوات اللي لاني انا صممتها كنت فوق الحجر، فكان فيها كثير حب، كثير انتماء للوطن، وعبرته بطريقتي. فالله يديم علينا نعمة الامن والامان، واتمنى انه ان شاء الله يا رب يديم علينا هذا الوطن.